المنتخب المغربي العظيم هو المنتخب الإفريقي الوحيد القادر على مجاراة كبرى منتخبات أوروبا وكبرى منتخبات أمريكا الجنوبية. المنتخب المغربي تطور بشكل عظيم خلال الفترة الماضية، تصريحات عظيمة من المدرب الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب من خلال حديثه عن المونديال في حواره لصحيفة الميرور البريطانية اليوم، حيث أشاد يورجن كلوب بإمكانيات المنتخب المغربي وأكد بأنه يرى بأنه أفضل منتخب إفريقي بفارق شاسع وبفارق كبير عن أقرب منافس له. كما أكد يورجن كلوب في تصريح أعتقد أنه تصريح يجب أن يدعو للفخر لجميع المغاربة، بأنه يرى بأن منتخبي أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل هم فقط من يستطيعون إيقاف أسود الأطلس في المونديال. وانهال يورجن كلوب بالمديح والإشادة على مستوى المنتخب المغربي، حيث أكد بأن المنتخب المغربي يمتلك مدرب كبير مثل وليد الركراكي، وقد تطور المنتخب المغربي بشكل ملحوظ وبشكل كبير وبشكل عظيم خلال الفترة الماضية. هذه كانت تصريحات يورجن كلوب اليوم عن المنتخب المغربي وعن مستوى المنتخب المغربي مع وليد الركراكي. عندما تتحدث أو يتحدث عنك زيدان وجوارديولا ويورجن كلوب وكبرى المدربين، اعرف يا سادة أنك في حضرة أسود الأطلس.